مانيش تاع الشيء الذات، باش نطول اربع سنين. اربع سنين عليه باش نحن نراو فيها معناتها امور جنسيه، معناتها طفل عمره اربع سنين. ونعرفش انا عوضا ويتلهوا ويحلوا مشاكل البطاله ومشاكل الفقر ومشاكل مشاكل البلاد كامله، يجيبوا في الناس هذيك باش يلهيوهم. ما فماش مشكله معناها كي مش يجيب، علاش باش نكون ضد؟ اما اذا كان هما ماهمش باش ينشروا خطاب معناها نتاع فتنه وكل شيء، وجايين لدعوه الاسلام وباش العباد تحب بعضها لنا في تونس، ما فماش مشكله معناها. احنا عندنا ما يكفي من الدعاة معناها التوانسة في اطار ما ثقافتنا، في اطار تقاليدنا، هذا اهم شيء. اما هالدعاة هذوم لا مكان لهم في المجتمع. مخلين بلدانهم غاديك البترول وواحد كل امريكا والفلوس لاسرائيل، وجايين يثقفوا فينا احنا، يمشوا ساعه يثقفوا رواحهم غادي في بلادهم. نحبهم ياسر وربي يجددنا فيهم ان شاء الله. ربي يشدنا فيهم. قاعدين يحرضوا في البلاد وما يخلوش البلاد تريد، ما فما حتى حاجه اخرى. خاطرهم علاش تفكروا توا وين كانوا قبل؟ والله ما عندي حتى فكره انا اخويا. ما عندي حتى فكره يا جمل. والله ماهوش هذاك ديننا الاسلامي. الدين الاسلامي دين تسامح، و الانسان يلزم يكون يعني يدعو الى الخير ولا يدعو الى الشر والعنف والسلوك الشيء السيء هذا يعني. نراه لانه ما يخوفش، انه الانسان يسمع الكلام ويقبل وما يقبلش، والشعب التونسي راهن على عقليته وعلى قبوله وعلى فهمه، ما يخوفش. ماهمش جايبين معاهم سلاح ولا جايبين معاهم افكار، نجموا نسمعوا افكارهم، نجموا والشعب التونسي يختار حر، نسمعوهم نقبلوهم حرار، نقبلوا منهم واش يناسبنا، ما يناسبناش هذيك حسب ينزلوا حسب وقعنا التونسي. ماذا بينا لو كان الشعب التونسي في قال روحه يعمل مزيه ويشد دينه بيده. احنا الدين الوحيد في العالم اللي ما يلزمناش واسطة، عمرنا لا كنا كنيسة، ما يلزمناش أحبار كيما اليهود، ما يلزمناش بوذا كيما جماعة الإموان نتاع البوذيين، احنا مسلمين الاتصال ديريكت بربي. في إطار الحرية وفي إطار التفتح على العالم وكل حاجة موجودة، أما أنت التونسي بون لازم يبدا عنده نيفو نتاع وعي، يفرز الحاجة اللي تناسبه حسب عاداته وحسب ثقافته شنو، والحاجة اللي ما تساعدوش. ضد وسون كومونتي، خاطر بلادنا ما كانتش هكا جملة. خويا ما عنديش حتى فكره، ما ديجا ما نتبعش انا السياسه ضد وكاو، ما عنديش علاش. نورمالمون احنا عندنا لهنا شيوخ ودعاة وعندنا منظرين ومفكرين بيستغلوا جامع الزيتونه، واون بليس تو عملت وثيقه الازهر، عملوا بها الاتفاقيه في مصر، علاش ما يعملوش اتفاقيه وثيقه الزيتونه؟ بطبيعه معانا ما تاريخ تونس فيها ما شاء الله من العلماء في الدين الاسلامي، مناش وهي كلمة داعية ديجا كلمة غلط. معاه بطبيعة. نحن ناقصين برشا، كنا عايشين شو 50 سنة، أنت بعاد على ديننا برشا. معاه باش يجيو خاطر هما مقارين دين على الأخر. يعني مسايبينهم الدولة نتاعهم أنهم يقريوا ويتعلموا كذا. يجيو باش يورونا شوية دين خاطر ناقصين برشا نحن. بطبيعة مش الشيوخ الكل. أنا ضد. علاش؟ خاطر دي فوا يجيبوا حاجات مش معقولي. ضد. وعليش؟ خطر نحن بلاد مسلمة وما معناش الحكاية هذه. عندسك عنا الشيوخ متاعنا في زيتونة نجمو يرجعو لهم كي روبير، علاش نقعدو نجيبو في عبيد من برا بفلوس و... فهمتم؟ ولا.